أخونا يقول أيضا لاحظت بعض المصلين إذا انتهى المؤذن من إقامة الصلاة رفع يديه ودعا، وذلك قبل تكبيرة الإحرام، فهل ورد ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليس لهذا أصل، ولم يدع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بشيء بين الإقامة وبين دخول الصلاة، ولم يحفظ عنه أنه رفع يديه في هذا الموطن، بل لا ينبغي لأحد يفعل ذلك لأنه خلاف السنة. نعم.